سنعمل بكل طاقتنا على توحيد القرار السياسي والعسكري في بلدنا. هذا هو جديد الاحتفال الكبير الذي أقيم في عدن إحياء للذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر. إصرار من السلطة الشرعية على توحيد القرارين السياسي والعسكري على نحو ينهي اللبس حول مواقف الأطراف التي تتقاسم النفوذ في العاصمة السياسية المؤقتة عدن إزاء الوضع الحالي للوحدات العسكرية والأمنية في هذه المحافظة. لقد وعدنا بالتقدم نحو هذا الهدف، وقد أعددنا قاعدة العند والكلية العسكرية لهذه المهمة وكذلك المكلة، وسنرى قريبا برنامجا ملموسا في هذا الاتجاه. لامس رئيس الوزراء الجزء الجوهري في جبل التحديات الهائلة التي تعترض مسيرة الحكومة نحو استعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى المناطق المحررة منذ أكثر من عامين. إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمننا وأمن البلاد، وعلينا أن نوقف هذا الخطر. هو الخطر إذن الذي تقف عدن على حافته بسبب الجزر العسكرية والأمنية التي تأسست في ظروف استثنائية في هذه المدينة وفي المدن والمحافظات المحررة، كما أبان رئيس الوزراء في التوضيح الصادر عنه رداً على الجدل الذي أثير حول خطابه من أطراف دأبت على معارضة كل ما يمت بصلة لخطوات بناء اليمن الاتحادي الجديد. عاد رئيس الوزراء وأكد في توضيحه أن قرار الدمج الذي قصده في خطابه يخص الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت في المناطق المحررة في ظروف معينة وعلى أساس مناطقي واضح، والهدف هو بناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون إلى منطقة محررة بعينها. ولولاكم لما خضنا في الصعاب، حيث وقد طفحت على السطح تناقضات عدة كنا في غنى عنها. لم يسبق لمسؤول في السلطة الشرعية أن طرح هذه القضية الشائكة بهذا القدر من المباشرة والوضوح كما فعل رئيس الوزراء، أمر دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن رئيس الوزراء لم يرمي بحجر لتحريك المياه الراكدة، بل ربما كان يصدر فيما أكد عليه عن توافق مع التحالف لا تعرف بعد حدود وأبعاد تداعياته على مستقبل السلطة الشرعية ونفوذها في المناطق المحررة. والاختبار العملي بنظر هؤلاء المراقبين هو مضي الحكومة قدما في تنفيذ ما تعهدت به، بما ينهي كل أسباب ودواعي الغيبة الطويلة للرئيس عن عاصمته المؤقتة وغياب محافظها الذي سبق له أن أطلق التحذيرات ذاتها من مآلات الأوضاع في المدينة.